عزيزي جلال، اليوم جمعت بعض الأغراض اللي عندي ولقلن علاقة فيك. وقت فت على الجامعة اليسوعية كان عندي اعتراض على عدد المواد الخاصة بالمسرح لأني فايت أدرس سينما. مع الوقت اكتشفت أني تعلمت أكتر شي من أساتذة المسرح وأنت كنت بطليعتهم. لقيت في برشت أنا شخصياً، وهيدي سمات تجربتي الشخصية، الجامع بين البعد الاجتماعي السياسي النضالي والماركسي بالتحليل والطبيعي على السكشك الفورم. خلال سنوات الدراسة رجعنا لأعمالك ودرسناها، وحتى سجلت أحاديثك بمسجلة قديمة وانت عم تتناول تجربتك الخاصة وسيرتك الذاتية. بلشت صغير بالسن كمحرر رياضي، كان عمري 16 سنة، انتقلت إلى نائب فني بي كرسام وخياط من النساء، ومن ثم اشتغلت بالصحافة السياسية. يعني جيت المسرح على كبر مثل ما بيقول، يعني كنت من 30 سنة من قررت كنت غني، كنت حب الظهور على المنبر الخشبي، لذلك مثلنا. بعدين تحولنا من اللغة الفرنسية اللي كنا نمارسها في إطار جامعي واللغة الممارسة بإطار جالي تسمح لنا نتوجه لجمهور محصور، جمهور مثقف يعني بشكل ملموس، وبالتالي تسمح لنا باختبارات أشياء طبيعية ما كان غيرنا اللي كان يمارس بالعربي يسترجع يعملها. لذلك صفات مخرج بوضع اليد قبل ما أروح أعمل اختصاص بفرنسا بالتيات ناسيونال بوبولير، ومع أنه اختصاص ما علمني شيء إلا أني مش بالغرب بدي دور على النماذج. هدول شو المسرحية؟ هدول كل مسرحية؟ عملت مسرحية صعود أرتيرو قوي اللي كانت مناسبة لدخول رجاء السيف بالحلبة المسرح باللغة العربية، وكان له ظهور مميز بعد ما انتسل اليوم سنة 68. عملت مسرحية حاولت بأسلوب بريشت عطاء صورة عن نشوء الدولة الصهيونية، وكان هي مسرحية اسمها ويزمان وبن غوري وشركاء. وصلت لجحة في الكرة الأمامية لنقلت المسرح اللبناني من 25-30 عرض لكل مسرحية إلى 200 عرض، وكان مناسبة لإطلاق ممثل فاز كوميدي فاز اللي هو نهيبي أبو الحسن الله يرحمه. بأعتبر النقلة النوعية عندي هي مسرحية الرفيق سجعان اللي اضطرقت مثل ما قلنا ل الذهنية العشائرية. الرفيق جان برفض أنظاركم ترجمت وعرضت بألمانيا لمدة سنتين. وبالتالي هاي تجربتي من 62 لخمسة تبعي تجربتي الغنية. شو عم تعملوا؟ نسيل انه هون كنيسة؟ هون بيت الله؟ بيت الله من الله؟ ضوي هالكنيسة يا ابونا تشوف. عجل، عنا عرس الليلة مش الناس. ضوي؟ ما انتوا قاطعين لك كهرباء يا زويت. يا شباب، يا شباب، رواق يا ابونا، الليلة بدنا نعيد، بدنا نسمع صوت جراس، مش صوت نواس. بيقولوا انه انا من دعاة البطح والانشراح في المسرح، انه المسرح هو صاحب رساله واو الى ما هنالك. المسرح شغله بسيطه، اثنين واقفين على المسرح، واحد بيقول ايه واحد بيقول لا، هيك القصه. اذا اثنين بيقول هاي بيقول ايه صاروا ريفيو، واذا اثنين بيقولوا لا صارت مظاهره، هيك البساطه. هاي المسرح. انت تعرف شو يعني بيروت؟ ولك انا اللي بعرف شو بيروت، مظاهرات وهوبرات، حكي جرايد وحديث قهاوي، اضربات ويافطات، اكثر من هيك ما في. إذا ضرب حدا كف ببلاد الموماو قومي يا بيروت، إذا حبسوا شي مختار ببلاد السند هب يا بيروت، إذا ماتوا شي أبو دقن بجبال بوليفيا نوحي علي يا بيروت. أو هيدي شو معناتها؟ شو معناتها؟ معناتها بيروت واشتغلكم؟ وجدنا هلا تشتغل. أنا حولتن، على كل حال بلشت المقاومة ما سمعت؟ بعد ما تخرجت سنة 97
تطورت علاقتنا من خلال متابعة منشوراتك وأعمالك المسرحية الجديدة ومشاركتك لمشاريعي، ومن خلال هداياك المستمرة لكلها حب للسينما والموسيقى والتصوير والتاريخ. سنة 2000 حبيت صورك ببيروت. كل شيء كان عم بيتغير ببيروت. جلال خوري رجل المسرح المؤلف والمخرج بيعرف منيح بيروت. مروج المسرح السياسي بلبنان بالستينات اللي حاز على نجاح كبير مع مسرحية جحا في الكرة الأمامية، وجه تحية لبيروت سنة 97 مع رزق الله يا بيروت. جلال خوري، هل أنت من رأي أحدى شخصيات مسرحيتك أنه بيروت ما رجعت؟ أكيد ما رجعت، مش بس ما رجعت على أرض الواقع، ما رجعت بالأذهان كمان. بيروت كانت منطقة أو بؤرة تنوع وتفاعل بين عائلات ثقافية مختلفة. يوم أصبحت صحراء تجمع من حين إلى آخر ناس يمكن بتعيشوا عملياً بس بيجاهلوا بعضهم. هل بتعتقد أنه راح تضل وتستمر الوقفة على الأطلال؟ يعني طبعاً الوقفة على الأطلال ما أنا شغلة مستحسنة، لازم دائماً ننظر للمستقبل. بيروت الماضي يمكن آن الأوان ننسيها، بس يعني بننسيها وغصة بالقلب. من بعد عينك تشوف بيروت تفرفش على المكشوف، عم بتشعشع مغرورة ما بدها إلا صورة. جلال خوري، شو علاقتك بهالأماكن؟ علاقة إنسان بطفولته. لمن وعيت على الدنيا بيروت كانت هيك، البيوت كانت هيك، الشوارع كانت هيك، طبعاً بحالة أقل رديئة، إنما هيدي الأجواء اللي أنا وعيت فيها على الدنيا. وقتا كنا طلاب بالتسعينات حكيتنا عن مسار جديد كنت عم تسلكه، كنا عم نروح معك أكتر وأكتر نحو الشرق. ريح فكرك من جفاف النصوص، أعفي نفسك من ضجيج الطقوس، مارس بالوحدة الصفاء الذهني، تدخل برحاب العقل الكوني، وبتفهم إنه اللي شاغل بالك ساكن وناطر تذكره بذاتك. بنهاية هالرسالة القصيرة حابب أشكرك لأنك كنت دايما المعلم، موسوعة حية مننتقل معها بين الغرب والشرق ومنحكي فن وسياسة. عزيزي المعلم، عزيزي جلال، ما تنسى تسلم لي على جحا وعلى الرفيق سجعان. Thank you.